مشاهدينا في كل مكان تحت الأوضة الاحترام، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من صباح الأشروق. كل عام دائما بألف خير، وإن شاء الله دائما تامين ولامين وملمومين في الخير على قناة الشروق الفضائية. نتمنى في صباحاتنا الندية أن ينعم الأمن والاستقرار لهذا الوطن السودان، رمز العشق ولون الانتماء بثراء السودان المختلف. خلونا نعيش في سلام ونعيش في أمن، نبعد شوية كده عن الجهوية والقبلية والعنصرية، ونتوحد نحن في فترة صعبة جدا. كمان رسالة في بريد الحكومة الانتقالية الجديدة إنه توحد المجهود الأكبر لخدمة المواطن السوداني في جوانب مختلفة، خاصة نحن بنعيش الآن ظروف استثنائية اقتصادية. نتمنى أن كلنا نتوحد مع بعض حتى نعبر بهذه الفترة إلى بر الأمان. أنا وسهلا لينا، صباح الخير. صباح النور حمزة، صباح السعادة والجمال أكيد على كل المشاهدين في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق على شاشة قناة الشروق الفضائية. وزي ما ذكرت إنه إحنا في مرحلة صعبة جدا جدا، نتمنى دائما الصباحات تكون بهية وجميلة، تحمل بشريات الأمل والجمال لهذا السودان الجميل، ودائما إحنا نكون قدوة للعالم، قدوة للبلدان الثانية. بالإضافة لأنه زي ما ذكرت أنه المرحلة مرحلة صعبة اقتصاديا، أيضا هي بتحتاج مننا أنه نتضافر في جهودنا الاجتماعية، خاصة إحنا الأيام دي بنمر بأمطار وسيول يمكن يعني داهمت عدد من المناطق والولايات في السودان. نتمنى لكل أهلنا أنهم يعني يعملوا حذرهم ويعني يأخذوا الحيطة والحذر جراء السيول والأمطار، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على هذه البلاد، تكون أمطار خير وفير جميل لسودان جديد. إحنا لسه أملنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى، ولما نقول أملنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى معناه لا مستحيل مع الله. صباحات مشرقة وجميلة عليكم، دائما صباحنا مليان بالطاقة والحيوية، لأنه نبدأ الصباح بالموسيقى وسحرها الأخاذ، نبدأ لحن الصباح في صباح الشروق والنجاح. برا الوالدين رضى عليهم والبرد حشا اخواتا،
الجلابي.